إذا كان الله يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة كما وعد، فلا يدافع عن أهل بيت نبيه الذين قتلوا دفاعاً عن دين جدهم، قتلوا ظلماً وعدواناً، وهم سادة الذين آمنوا في الدنيا وفي الآخرة. كل كلمة قالها الحسين عليه السلام هي مشروع ثورة، وكل عمل قام به الحسين عليه السلام برنامج نهضة، وكل موقف اتخذه الحسين خطة عمل. الحسين مشروع كامل. لقد أصبح الحسين بعد مقتله قضية قائمة بذاتها، فهو باب رحمة الله ووسيلة رضاه ووسيلة التقرب إلى الله. فالتقرب إلى الحسين هو تقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو تقرب إلى الحسين. معركة عاشوراء صفحتان. صفحة خطها الحسين عليه السلام بإيمانه وشجاعته وعطائه وبطولاته وصموده وثباته وشهادته في سبيل الله، وصفحة خطها عدوه وطغيانه وظلمه وعدوانه ووحشيته وخبثه وحقده وجريمته وقتاله في سبيل الطاغوت. يكفي في عظمة ثورة الحسين أنها تثير في النفوس روح البطولة وقوة العزيمة وإرادة المقاومة وصلابة النفس وثبات الموقف وحب التضحية ونخوة الإيثار وحمية الإيمان.